من يخطط لنتنياهو؟ الولايات المتحدة الأمريكية. الولايات المتحدة الأمريكية وفي أكثر من تصريح البيت الأبيض يقول إننا يعني نحاول جهد الإمكان أن لا نريد أن نوسع هذه الحرب وتكون شاملة. وبالتالي تحاول أنه ولكنها ملتزمة بدعم الكيان هكذا يقول. نعم. الآن نتنياهو كيف يتصرف؟ من يحرك بوصلة نتنياهو في هذه الحرب؟ منذ الساعات الأولى بعد عملية طوفان الأقصى من يدير دفة الأمور في إسرائيل على المستوى الأمني والعسكري والسياسي بل حتى الاقتصادي هي الولايات المتحدة الأمريكية. كل ما نسمعه في وسائل الإعلام الأمريكية وغيرها التابعة لأمريكا وغير التابعة لأمريكا هي تمثل نفاق وكذب أمريكي. اليوم أمريكا تمارس النفاق السياسي، هي تريد وأيضا استغلت إسرائيل واستغلت الأزمة الفلسطينية وما يحدث في لبنان من أجل تحقيق مكاسب انتخابية. جزء من يعني صاحب القرار السياسي يريد أن يحقق نصر لإسرائيل قبل الانتخابات الأمريكية، لكنه الحق لحد الآن لم يحقق نصر لكي يخاطب الناخبين اليهود المتواجدين في أمريكا. أيضا عندما يقول، وهذا الأمر بينه السيد الخامنائي في خطابه أو في لقائه يوم أمس، إنما عندما تقول أمريكا نحن لا نريد التوسعة وبالتالي يجب أن يكون هناك عملية تفاوض وحل الأزمة، هي تخاطب في نفس الوقت الناخبين المسلمين المتواجدين في أمريكا. لذلك أمريكا عندما وصفت بأن الشيطان الأكبر هي فعلا شيطان أكبر، يعني تحاول أن ترقص على جراح العالم. هي أيضا اليوم عندما تدعم حكومة نتنياهو تريد أن تبقى إسرائيل في المنطقة لكي تحافظ على مصالحها. أي اليوم إسرائيل بكل معنى كل هذه المعنى إسرائيل تعيش في خطر وجودي. لذلك نتنياهو بدأ يتجه إلى الأمام، أن يهرب إلى الأمام بهذه الخطوات التسريعية. عندما قال يعني لا نقوم بعمليات ضرب في العمق اللبناني من أجل تقليل فعالية حزب الله أو سلب قدرات حزب الله التسليحية، هذا الأمر لم يحدث. في الضربة القوية التي حدثت من خلال تفجير أجهزة البيجر استطاع حزب الله أن يمتص هذه الضربة وأن يعني يحافظ على توازنه، وبعد ساعات رأينا عمليات قصف لأكثر من 150 صاروخ لمديات بعيدة. وصل اليوم يعني صاروخ الذي استخدم لقصف مركز الموساد في ضواحي تل أبيب تقريبا 110 أو أكثر كيلومتر، وهذا تطور نوعي جدا، أنه الرسالة الواضحة أننا نستطيع أن تصل هذه الصواريخ، وعلما أن الصاروخ الذي استخدم أقصى مدى له هو 190، فبالتالي يستطيع أن يصل إلى تل أبيب أو حتى في منتصف أو وسط تل أبيب. كل هذه الرسائل تبعثها المقاومة الإسلامية في لبنان لأنها استطاعت أن تعمل وفق مبدأ قرآني، وعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. لذلك اليوم هي تمتلك رسالة من الأسلحة، وبالتالي يبقى حزب الله رغم كل ما يحدث اليوم. هذه نتيجة طبيعية للصراع التاريخي والأزلي مع الكيان الغاصب. يبقى حزب الله هو مدرسة المقاومة، مصنع الأبطال والمجاهدين. كل ما قام نتنياهو عبارة عن دخوله في مستنقع آخر من مستنقعات محور المقاومة.